خاصة في إقبالنا على شهر عظيم مثل شهر رمضان، هذا خير وبركة، ومع الصدقة أجمل وأجمل. سم يا أبو صالح. موقف أخير. سم. حصل لي شخصياً. يا سلام. في محافظة المذنب. كم باقي مخرجنا تنتقل المسجد؟ قصيرة جداً. ويا. يلا. قصيرة يلا. جداً. يلا. بما أنه فيها التبرعات للأيتام وهالوقف المبارك هذا. حسابات رسمية. حسابات رسمية معتمدة من الجهات المختصة. يا سلام. عندنا في محافظة المذنب قبل كم سنة جانا أمطار كثيفة وكثيرة. ديم يسمى الديم المستمر. قعدنا حوالي 7 أيام إلى 8 أيام تقريبا مطر، حتى ارتوت الشعبان ومشت الشعبان. سلام. ورتوت الأرض، طلعت الشمس اليوم اللي بعده، فرحت عندنا مقبرة، عندنا مقبرة اسمها الشوروقية جوار جامع الضاحي، رحت أزور بعض الأقارب والأحبة والإخوان اللي استوفاهم الله من أقارب وغيرهم. وأنا ماشي كذا في طريق بعيد كذا يطلع خارج المقبرة، فقلت أنا بأختصر الطريق وبروح من وسط المقبرة وأختصر الطريق. وأنا ماشي في الطريق كذا وقفت، حصلت لي قبرين جنب بعض يا شيخ بعيني، يعني جاي المطر وخافس بالقبرين من البطن إلى الرأس، شفت جثة الميت الاثنين بجنب بعض. لا إله إلا الله. ولا تغير جثته، ما تغيرت، كأنه توه محطوط. سبحان الله. يعني جاي المية وصبن عليها الموية والجلد بني يعني. فأنا يوم استغربت وقعدت أناظر، ولا سبحان الله عزكم والملائكة والسامعين والمستمعين ما له ريح ولا شيء. لا إله إلا الله. كلمت البلدية، في عندهم ترميم المقابر، رمموا المقابر. طلعت رحت سألت كبار السن بالمحافظة، كم لهنا القبور هذه؟ قالوا لها من 30 سنة إلى 25 سنة. سبحان الله. هذا وش يدل عليه؟ في عمل قدمه، الله أكبر، قبله الله، الله أكبر. عمل بسيط، صدقة، ابتسامة، في أي طريق، أي عمل الله للخير. الله أكبر. الله يجزاك خير يا شيخ. الله يجزاك خير. شكرا لكم. شكرا لكم. بارك الله لكم. وأسأل الله يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين.